اخذت فلوس بروح شنو جاي؟ حد يقدر يقول لي اي حاجه عنه؟ او الناس دايما اللي من بره يعني بتبقى اللي انت قاعد تسمع وبس. يعني في اللي بتسمع وبس دي القرارات لما سمعت قرارات كبيره ما بقتش تقعد تسمع وخلاص اللي هينام هينام ويبقى يسمع هيفتح لا. حد يكلمنا عن يعني ايه فلوس بروح شنو جاي؟ بالعربي والانجليزي بطريقه كويسه بطريقه مش كويسه اتفضل. تفضل يا دكتور عبد الفتاح العالم تفضل يا دكتور ولد يعني ويرجيك كانوا بيكريتيك اول ستوري امال اللي بيحصل؟ بتحول من صوره لاخرى لا بتتحول من صوره لاخرى يعني لو 100 كيلو جول يفضلوا 100 كيلو جول بس الصوره بتاعتهم تفضل زي ما كانت ولا ممكن بقى تبقى كانت شكلها كذا لا بقى حاجه ثانيه طب نساء ودمه خفيف شوف هتعرف تضربوا عليه ولا لا لو انا مسكت طوبة هنا ايه الطاقة اللي بتمتلكها الطوبة وهي عالية كده؟ طاقة واضحة صح ولا لا؟ السوق حسب لهم ام جي اتش ام ليتها جي اللي هي عادة الجاذبية اتش طلعت 100 كيلو جول لو انا مسكت الطوبة من ايدي قبل ما تصطدم بالارض يعني ها على بعد سنتي من الارض ايه اللي حصل؟ ال 100 كيلو جول طاقة واضحة، الضرب 100 كيلو جول برضه طاقة واضحة. بس منين هيتضربوا منها؟ هيتحولوا لايه بقى؟ قبل سطح الأرض. ما هو صفر صح؟ طاقة الوضع بقت إيه؟ بقت صفر، لكن طاقة الحركة بقت كام؟ 100. ال 100 المفروض 100 يتحولوا من صورة لأخرى. طب لما ترتضي بالأرض خلاص تسمع الأرض. ها؟ ال 100 المفروض 100 بس ال 100 راحوا فين بقى؟ المية دي راحوا فين؟ ديسيميت بقى في الايه؟ في التصاعد ما بين الطوبة والسيراميكا صح ولا لا؟ حصلها ديسيميت يعني المية فضوا منها بس انت في الغباء اللي انت عملته ضيعت المية صح ولا لا؟ الانرجي بتاعت العربية لما تيجي تاخد فرامل لما تيجي تاخد فرامل بتروح فين بقى الانرجي بتاعت العربية؟ كلها بتروح فين؟ الاحتكاك بين الكاوتش والاسفلت صح؟ عشان تتفادى حادثه ولا حاجه كل الانرجي بتاعت العربيه بتحولي لصوره ثانيه هيت ما بين الكاوتش والارض سيحت الكاوتش صح؟ بس الانرجي هيت ده صورتها بتتغير فالفلوس كلها هو ذلك القانون الذي يحفظ بقاء الكون لكن يحدث تغير في صورتها صح؟ طيب لما انا عندي السد العام نفس القصه قدام السد لما بتمتلك طاقه ولا ما بتمتلكش طاقه؟ ما طاقه ايه؟ واضح. هم حفروا كده في قلب السد اتشالت مواسير والميه نازله طول ما الميه بتنزل في قلب النجره دي كده والبتبقى تحت خالص قد النمله كده تحت هنا قد النمله تحت كده انت شايف لو انت واقف عند السد تلاقي سقوطه خالص كده يعني تحت هنا دي صح ولا لا؟ لما توصل عند السد هنا في طاقه واضح عمال تحول في ايه بقى؟ هذه المية خارجة بقى من تحت بقى سرعتها عالية جدا يعني البريد تمشي زي طب لما تدخل التربينة وتدخل ها المية دخلت التربينة طب المية خارجة من التربينة عمالة تجري بس كده أي كلام كده طرطيش كده صح ولا لا؟ رغاوي سرعة في سرعة بس إنما بقى قبل ما تدخل التربينة لو أنت وقفت في الشاحة هتفجر مش هتكسر على لو أنت وقفت في وش المية خارجة لسه هتدخل التربينة هتفشش هتلاقي كل عظمه فيك بقت قد لكن بعد التربينه تقف كده برجليك ما عماله تجري حواليك كده معايا؟ طب لما دخلت التربينه الكنتيك انرجي اتحولت لايه؟ لما دخلت التربينه الكتريك انرجي الكنتيك انرجي اتحولت لايه؟ الميكانيكال شفته بيدور صح ولا لا؟ اتحولت لايه؟ الميكانيكال انرجي طب لما تدخل الجنريتور اللي واقف على التربينه الميكانيكال انرجي تتحول لايه؟ الالكتريكال الطاقه ثابته لا بالسبب بس هل يعني برضه ما تنفعش يعني مش ثابته هي فعلا كانوميه قبل السالب هل فعلا هيوصلوا 100 قبل ما يدخلوا التربينه؟ هتقولوا 95 امال الخمسه دول راحوا فين؟ راحوا فين؟ ما هو كده احنا بوظنا القانون الاولاني القانون الاولاني كده باظ ولا مش عارف السد بس ترميك مثلا لما خرج هو بس هيدخلوا كده عشان يدوروا لو احنا حسبناهم نص ام دوت في سكوير نص ام دوت في سكوير
هنقوم بقى 92 95 اما الخمسه دول ايه؟ اما انت كده بقى القول الاولاني غلط. هل القول الاولاني غلط؟ لا. حصل فريكشن. الخمسه دول هم ما لازم تعمل بالمواسير، المواسير دي مجرى خرسان. مجرى ايه الخرسان؟ يعني حطيت لك ابلكيشن كده. طول ما هي ماشيه مفيش فريكشن فهي ضيق. بس طاقه احتكاك صح ولا غلط؟ يبقى الميكرو. لما وصلت البيئه بقى 95 زائد 5 طاقه احتكاك ضاعت. صح كده يا ولاد؟ بعد بتدخل 95 التربين هل هاخد منها ميكانيكا الانرجي 95؟ هاخد مثلا 85 مثلا. طب والعشره دول راحوا فين؟ لا كلامك مش وحش. شو بقى العشره دول بقى لما تيجي الفلسفه تقول لك ايه؟ العشره دول هي الميه وهي خارجه كده سرعتها اصبحت زيرو للتربين ولا ما زال لها بعض السرعه؟ يبقى لها مزايا شويه صح ولا غلطان؟ يبقى ال 10 دول بقى دول شويه فريكشن زي كده في ايه؟ ثلاثه منهم فريكشن فات بالتكنيك. سبعه علشان برضه الميه خارجه، اصل كل مش كل القانون الانرجي اللي داخل في دوره التكنيك بدليل ان الميه بتجي لنا هنا في الوقت البحري صح ولا غلطان؟ يعني الميه خارجه من التكنيك بتجري برضه لها سرعه. لا يبقى ما زال برضه كلام. طيب 85 داخل الجنريتر هل هاخد طاقة كهربية 85 كيلو جول؟ هل الجنريتور هيديني نفس 85 يا جماعة؟ الجنريتور ده لما بيسخن أكيد بتاخد مادة اسمها آلة كهربية ولا حاجة ولا تطلع السنة كام؟ الجنريتور ده بيحول الطاقة الميكانيكية اللي داخلها إلى طاقة إيه؟ كهربية. بس في حاجة اسمها هيستريس في مصر. تلاقي الجنريتور ده الملفات بتاعته بتسخن. السخونة دي جت لي إيه؟ طاقة مفقودة. يبقى ال 85 دول تاخد 80 منهم طاقة كهربية والخمسة برضه طاقة إيه؟ حرارة تفيد الجو تسخن الجو معايا كده؟ بس لابد أن تظل 85 يظل 85 بس 80 بقى 85 أو 80 طاقة كهربية تمشي في السلوك وخمسة احتكاك ماشي كده؟ يبقى القانون الأولاني هو مسؤول عن بقاء الطاقة معايا كده؟ مع تحويلها ربما بقى تتحول من صوره لصوره ما تتحولش من صوره لصوره معايا كده اهو وانت راسم على الذكاء الاصطناعي اهو فنقول لك ايه لو دخل شويه هيت وخدت انت شويه شوك معايا كده القانون بقى انا معرفش اعزل هتحط له الكيول والصور طب لو الكيول اللي دخلت كانت قد الغور يبقى دلتا ايه بكام يا ولاد؟ اتكلم معايا مفيش محطه تعمل نص كلام انت اللي هتقول لو الهيت اللي دخلت قد الوورك يبقى دلتا ايه بكام؟ بس كان شكلهم هيت كان شكلهم ايه؟ كان شكلهم هنا ايه؟ كان داخل 10 خرجوا 10 صح يا ولاد؟ كان داخل 10 خرجوا 10 يبقى دلتا ايه بكام؟ لكن ممكن يدخل 10 تاخد 7 وثلاثه يستسلموا جوه صح ولا لا؟ يبقى ال 10 الهيت اللي كانوا داخلين مصيرهم ايه؟ ما زالوا 10 ما زالوا يا بنات ما زالوا 10 صح؟ بس اشكالهم اتغيرت ال 10 دول كانوا مين؟ لو ثلاثه طاقه داخليه يعني ايه طاقه داخليه بقى؟ دلتا ايه بقى؟ زادت لما كان 10 الطاقه الداخليه زادت مثلا اسيوم بمقدار 3 وخدنا هيت بمقدار 3 خدنا هوت بمقدار 7 دلتا ايه زادت بمقدار 3 يعني ايه بقى دلتا ايه بمقدار 3؟ 3 كيلو جول ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل للحاجه اللي جوه الهواء اللي جوه ولا الغاز اللي جوه؟ كسب حرارة ممكن يكون مثلا لو ايه درجة حرارته زادت صح؟ دي بتيجي على الثيرمال انرجي صح ولا غلط؟ ممكن طب انا اقول لحضرتك على حاجة هو انت لو جبنا مروحة شغلناها في البتاع ده معايا كده أوضة معزولة زي اللي احنا فيها دي وشغلنا فيها مروحة دخل الهواء اللي في الأوضة دي طاقة ولا ما دخلش؟ أشوفك ربع حصان المروحة دي ربع حصان المطلوب بتاعها ربع حصان يبقى الهواء بيدخله ربع حصان ولا لا؟ زود في حاجه هي خرجت من هنا ولا من هنا ولا من الحيطان ولا كلها دخلت الهواء زودت ايه اللي زاد في طاقه الهواء؟ في المنطقه اللي طاقه الحركه بتاعت الهواء صح ولا لا؟ يبقى كل الورك اللي داخل هو ربع حصان ده اي مروحه اشيل ربع حصان عادي كده؟ الطاقه دي يا ولاد مصيرها راح فين؟ ربع حصان ما زال برضه ربع حصان 100 كيلو جول ما زالوا 100 كيلو جول معاك بس صورته بدل ما كانت طاقه حرارية طاقه ميكانيكيه كده على الشريه
الظهر ايه الهواء بيجي على وشه ووشه في جسم الثقله طاقه حركه لده اللي هي فوق منه لو هي بس كانت ربع حصان تضرب ضرب الطاقه دي ربع حصان بس صورته بس بدل ما كانت الطاقه اللي كانت فيها بتعمل يلف كده اصبح الهواء هو اللي بيجري بسرعه ايه 15 متر في الثانيه 15 سم في الثانيه او 20 متر في الثانيه الهواء بيجري على وشنا كده ايه تحول الطاقة لكن هناك بطاقة معايا كده قانون الاساسي في الرسمه دي هو كده ان ايه الطاقه ايه نقص الطاقه او تساوي دي الجميل السيستم معايا كده ولا لو انا خدت سيستم امور زي ده كده سمباتي اكيد الدكتور اللي قبل مني هيدفعك مساله على ده او اكيد هيدفعك المتر هات المتر كم كم درجه 25 هيعمل عنه هقول لهم يعمل عنه قبلها ب 15 يوم عشان اللي هيغيب هياخد صفر اعلن عن تويست بمقدار كذا درجه هيعمله في السكشن وهيتلم وهيصححه وهيدرسه ومفيش غير هذا التويست اللي يجيب صفر وهنعلن قبلها ب 15 يوم بركه ممكن يكون اسبوع اللي قبل ايه مش الحد اللي قبل اللي شايفين بقى جاش ولا لا عايزين اثنين مش عايز فوق ليه حتى الاثنين الحد ده مش عارفين شغله ولا مش شغله مش بالنسبه للشغل مش واضح لكن ممكن نقول الحد الاسبوع اللي قبل الايه الاسبوع اللي الحد اللي قبل عشان الناس كلها تبقى عارفه ان في كويست وكذا ضرب لمده نص ساعه وهيستكمل السكشن عادي اللي يغيب ذنبه على ده محمد الصور الشتات بتحلوها الدكتور ناس الشتات المعيدين هياخدوها ويصححوها من صدور كذا ضرب معايا ولا وهكذا عشان تبقى وطالب بدرجه ال 200 الغياب على 10 درجات قبل الواحده الغياب 10 درجات بس كده واساسا على السكشن اساسا على السكشن معرفش نطلعوا عليكم ولا بنتهوش لا لا من التهيئ سامي المنافع الغياب بتاع السكاشن 10 درجات هناخد متوسط 10 سكاشن بس يعني اول سيكشن وثاني سيكشن الناس لسه بتيجي الناس بتروح يعني اللي جاب بقى اللي حضر 10 الناس طبعا ماشي اللي خد اللي حضر 11 هم 10 اللي حضر 9 بقى يتفضل يا شباب مش عايز كلام مش عايز مراجعات مش عايز كلام انا بقول لك الكلام ده الغياب على الدرجات هنعمل جزء هيتم الاقل على الدرجه 15 يوم الناس اللي بتغيب معايا كده الشتاء هتحط عليها برضه مش اقل من 5 درجات نشوف فاضل خمس درجات حاجه نشوفها ليه فصحصح لنفسك الحق اظبط امورك مع المعيد انت عندك عذر وطب هاد وخليه يسيبك السكاشن القديمه ظبط 10 سكاشن طبوب تاخد 10 درجات حضر 10 هياخد 10 حضر 11 هياخد 10 حضر 9 هيخسر 3 الحق ظبط 10 مرات وطول مع المعيد بتاعك الكلام ده المفروض الدكتور قبل مني يكون نبه او ولا قلت لسامي نبه عندك المهم الشباب اللي معايا اللي خلاص حضرنا بس الشباب اللي معايا الشباب اللي معايا فدائما وابدا يا اولاد اي سيستم صغير زي ده كده الطاقه اللي داخلاه ناقص اللي خارجه منه عشان التحويش او الزياده بتاعته او النقص ده قانون الاولاد طب لو اللي دخل قبل اللي خرج يبقى في حاجه غيرت جواه يبقى انت تكسب بس اللي دخل ربما بقى وهو خد صوته اتغير صح كده يا اولاد بس لازم اللي دخل يصوم بس هل البروسيس اللي قدامك دي هل تقدر الشباب اللي معاك واشوفكم كده فاهمين ولا مش فاهمين لو اللي جبت اكسر الهيت اللي داخل هتتحول لها بورك ولا لا البروسيس دي اسمها ايه بقى ها البروسيس لو الهيت اللي داخل كلها تحول لبورك البروسيس دلتا ايه في صفر صح كده يا ولاد؟ لما دلتا ايه في صفر اسمها ايه البروسيس دي؟
انتوا بدات اهو واحد طلع طلع غلط واحد طلع ها اسمها ايه ايزوليتي لا اصل انت ما فتش على زميل انت اللي بتضحك على زميل ده هو راجل اللي اتكلم المره دي اتكلم غلط المره دي هتكلم صح خلاص خلص الجمله ده لا اللي قاعد في البوق ده هروح برضه كده من الترفيه بعد 3 4 سنين يبقى برضه قاعد في البوق هي هي بس عايز اخد بتتكلم ترفع ايدك كده كلمه يعني ايه من اي زول اي اي زول اي اس او ال اي اي زوليت لا انرجي داخله ولا انرجي خارجه ولا ماس داخل ولا ماس خارج كلمه اي زول لا اصل في كلمه ثانيه اسمها انسيوليت في كلمه ثانيه اسمها ايه يا اولاد N-C-I-N-S-U-L N-C-U-L يعني ايه insulated؟ يعني ايه كلمة insulated؟ يعني معزول حرارية كلمة insulated يا ولاد يعني الجسم ده معزول حرارية ده في حرارة داخل ولا حرارة داخل لكن كلمة I-Z-O I-S-O عزل عن عما يحيط عزل 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 يعني ملوش رقم فيه لبطل ده الانرجي داخل ولا الانرجي خارج ولا ماس داخل ولا ماس خارج لكن كلمة الانسيوليت التربينة التربينة يا أولاد انت خدت 7 أسابيع في الفيرستلون ده قصد خناقة على القصد خدت 7 أسابيع في الفيرستلون دي كده يعني المفروض ان انت بروفيشنال في الفيرستلون كلمة انسيوليت اللي هو المعزول الحرارية التربينة بتبقى معزولة لا حرارة داخلة ولا حرارة خارجة بس في ماس ان وماس اوت ولا ماس أولاد لازم نفرق بين كلمتين كلمة اسمها انسيوليت وكلمة اسمها ايه؟ ايزوليت لازم نفرق بين الكلمتين دول عايز صوت حبيبي انت لو تهام من السيشن لا يشاركني من المحاضره لا الكلمتين دول شتان بلد ايزوليتد هذا الشيء هذا الشيء لا علاقه له بالمحيط اطلاقا لا ماس ايه ولا ماس اوت ولا انرجي ولا انرجي اوت دي كلمه ايزوليتد ماشي كده اما انسيوليتد نو هيت ان اور اوت نو هيت لكن ممكن يكون ايه يا اولاد في ورك داخل ورك خارج صح ولا لا في ماس انه ماس اوت يبقى ايزوليتد نو انرجي كان انا اللي حطيته نو انرجي نو ماس ان اور اوت ان حط في كلام يبقى كلمه ايزوليتد نو انرجي ان نو انرجي اي كانت الانرجي نو هيت نو ووت نو كل نو 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 يعني كده كده جبت فرق حطيته تحت كده قبل ما يجي لان بس ملوش علاقه بالموضوع لأكل ولا شرب ولا أي حاجة مقفول هذه الكرة الأرضية ولا تعتبر أيزوليت هذه الكرة الأرضية تعتبر أيزوليت ليه؟ لأنها خطة من بره خطة خطة مين؟ ربع فبنقول الكون بقى تعتبر أيزوليت ولا لا؟ خلينا مجازاتها كده نقول إن الكون كله يعني ان احنا وصلنا للكون بقى الكون ارضيه ومحتويه كده الكون نقول عليه اي زوليت نقول عليه اي زوليت لكن الكره الارضيه ما يتقالش عليها اي زوليت لان هي خطه شمسيه الترمينات يا اولاد تعتبر اي زوليت ولا انسيوليت ليه؟ ليه؟ الكلام ده صح لان هي عزلت بها تعز زي البطل لان في الشتاء مثلا او برد البطل في الشتاء عشان يعزلني فده حرارته ما بتضيعش صح ولا لا؟ في بلاد بنلبسها فار الله بلد عازله مش فار بلد عازله عشان ايه جسمها يشع عشان الحراره بس في ماس انه ماس اوت ولا لا؟ في شط بيخرج باور وورك ولا لا؟ التربينه يتقال عليها انسيوليت معايا كده؟ ما يتقالش عليها اي انسيوليت يبقى احمد وبعدين ينفع تلاقي اصلا مفيش تراوند اصلا مين؟ ايه السيستم اللي هو اللي لازم يكون ليه سيرفاونت صح اي سيستم لازم يكون سيرفاونت يعني التربينه لها سيرفاونت الكون بقى الكون له سيرفاونت بس بيدي له حاجه وبياخد منه حاجه لو ثبت ان الكون بياخد انرجي من حاجه او بيدي انرجي لحاجه
او في شوه بتيجي ماء او في حاجه زي شوه كده. بص الكره دي، الكره دي اللي النهارده بيديها شوه وبيدي لها مش عارف بيتكسر وينزل عليها. لو انا وصلت للكور اذا ثبت ان مفيش قوسين مثلا بيدخل لها مثلا حاجه متكسره كده داخل فيها، اذا ثبت ان مفيش انرجي داخله لها ولا انرجي خارجه منها ولا على اي فلي. وده الغالب فعلا الكور حاجه كده حواليه ملوش علاقه باللي حواليه خالص. لكن الكرة الأرضية اللي اتقال عليها إيه بقى؟ ما يقدرش عليها إيزوليت لأنها داخلها شو كتلة أهي، صح ولا لا؟ حاجة كده بالفرع وتروح لازقة على سطح الأرض تعمل حرائق في الغبار. داخلها طاقة شمسية للنهار، تمام كده؟ للنهار يعني دليل عندنا النهار في حتة تانية، معايا كده يا ولاد؟ يبقى لازم دي المفاهيم الأساسية. فبعدين طب حضراتكم الهيد اللي داخله دي، الهيد اللي داخله دي اي سبب ان كلهم يتحولوا نور؟ البروسيس دي اتقال عليها ايه؟ هجمات كده، ده هجمات كده ايزوليتد. ايزوليتد اللي داخل هيد وخارج بور. اتقال عليها ايه؟ ايزوستيرمال بروسيس. ليه بقى؟ تقال على ايه بتبقى بروسيس؟ ليه؟ لان لما تبدا ايه صفر معناه ان درجه حرارتها مش هتتغير يا اولاد، صح ولا لا؟ معلول درجه حرارتها ايه مش هتتغير بقى ايه بتبقى بروسيس. كل الحراره اتحولت نور. طب قانون النور بتاع الايزوثيرمال تحس بمين؟ برافو ولد، ده انا ما وقفتش، انا مش حفريت، انا راجل بتاع ايه؟ بتاع فاهم. بعد كده اجيب الورقه وانت كمل جي دي بي. برافو عليك، انت كده احسن مني بكتير كمان. لو انا اتكلمت بالاسلوب ده هتقول طالما انا نص سيستم هعمل تكامل بي دلتا بي، تمام كده؟ ادي سيرفر بروسيس عايز اعمل التكامل بتاعه. ها اكمل ازاي؟ يا جماعه ما تطفش الجزء اللي فات كده، تروح هتكسب فيه حوالي 40 درجه. الجزء اللي فات ما تطفش دي تكمل. اكمل ازاي ولا بقى؟ لو هنا كده الايزوستيرما بروسيس هوا مثلا جوه، اكمل ايه؟ ها انا مفكرك هعمل ايه؟ هو البي ثابت هنا؟ لا بي في هتقول ان بي بيساوي ام ار تي، هو ايديال جاز. لما الام ثابته والار ثابت والبي ثابت يبقى ده كله يعتبر ثابت ولا لا؟ يبقى انا بصحصحك بقول لك خلي بالك انت بقى 40 درجه خلصوا تقريبا ما تسيبوهمش يموت. بتقول لي ده هي سي على ايه؟ صح كده؟ تطلع السي بره برافو، يبقى لين في 2 على في 1. طب السي بقى يا ولاد؟ ليه في؟ ممكن في 1 في 1 او ام ار تي، برافو ام ار تي، او في 1 في 1 او في 2 في 2 او ام ار تي. ما تقولش في 1 في 2 بقى، يبقى انا ممكن اضيف هي كلها تتحول لور. بس في الحاله دي تقول هذه البروسيس الطاقه الداخليه لم تزداد لم تتغير، لان اللي داخل خرج بس كان صورته هي خرجت صورته يا اولاد. والمور بقى احسبه لك من الفند ده. ولما احسب المور ازاي احسب الهيت ادد بقى؟ ها احسب الهيت ادد ازاي؟ عايز احسب الكل اللي انا ضفتها. يو بيساوي ايه؟ يو ناقص الورك بيساوي ها امتى؟ يو ناقص الورك بيساوي انت اللي انت بتصرف ده كله سوى الورك ولا لا؟ يبقى لابد انك تمسك البروسيس يا جماعه. شوف مهمه جدا، جزء خطير جدا 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 جدا. عشان كده بيحطوا له اتنين دكاتره خلي بالك. وانتوا يعني صراحه خدتوا زياده عن حقكم فيه، يعني المفترض ان في السكن دول انت قاعد عامل حاجه قبل 100 ترم، يعني خدتوا حقكم فيه ثلاث اهداف. والله يا ريت تركز على انا هدخل معاك بقى النهارده السكند لوب. السكند ايه لوب؟ انا نفسي مستواك يكون احسن من كده، لان انا شايف ان في افضل مستواك. الله يخليك اهتم لي اكتر اكتر. خلي بالك شويه من الماده عندي، خلي بالك من الماده عندي. كده يعني رجعنا تقريبا، رجعنا على تيم ستلو. قلت لك خلي بالك تيم ستلو في منه لون اصفر يقال مثلا دفنه ولا تحت الملابس تحول معاك ايه؟ بعدين طبقتها على طول السيستم مع الدكتور بنتمين، بعدين طبقتها على طول السيستم صح؟ وخدت جدول الفار والكلام معاك، بس ده مهم جدا جدا جدا. عشان
سيرمتالي عشان دماغك تضغط. السكند لو ان شاء الله حاجه سهله وانا هسهله عليك معايا كده. انا لسه قايل لك مساله جميله، قايل لك مثال جميل. لو انا جبت عربيتي ولقيت ناس عامل حادثه مع العربيه اللي قدام مني، هروح واخد قرار شديد. كل الانرجي بتاعتي الميكانيكال بتاعت العربيه ده هتروح فين يا ولاد؟ رهيب ما بين عدم الكاوتش والاسفلت، والكاوتش هيسيب، صح ولا غلطان؟ هذا الادراك، ادراك طبيعي جدا وعقل حضرتك يقبله، صح؟ ده ممكن بيحصل قدامك في يوم مره واثنين وثلاثه، صح ولا غلطان؟ طب ايه رايك حضرتك؟ يعني السوق لو ليه كل شويه ميكانيكال انرجي على العجل كلهم ضاعوا مني في الفرمار، هو ما بين الحديد اللي جوه قلب العربيه الفرامل بتاعت قلب العجله اللي فيها وفرامل، وتلاقي بتاع بيطلع ويلع في قلب العجله جوه لما الفرامل بتقفش على العجل، بتلاقي فيهم شرار بيتطاير معايا كده، لناهيك على ان في ولع في حراره جديده بين الكاوتش والاسفلت. طب هل انا يعني 100 كيلو جول اتحولوا ب 100 كيلو حراره سواء ما بين البريكس اللي داخل العربيه او الكاوتش والاسفلت، صح كده؟ قالوا 100 صح 100. طب هل من المعقول ان انا لو جبت رحت مولع تحت الكاوتش كده، ولع تحت الكاوتش الاقي ان الطاقه الحراريه 100 كيلو جول حراره، الاقي العربيه مشت كده واديتني شويه طاقه ميكانيكيه كده 100 كيلو جول 100 انت زعلان ليه؟ ما هو 100 الاولانيين انت وافقت عليهم وبتقول بشوفهم ال 100 الميكانيكا اللي تحولهم. هل من المعقول ان انا لو كنت اولع تحت الكاوتش هل العربيه مشيت 30 40 متر مثلا؟ يا عم ما هو 100 عايزها بس يتحولوا الميكانيكيه 100. كل الادراك ده مستحيل برغم ان القانون الاولاني انا محافظ عليه، اديت حراره 100 تحت الكاوتش، قعدت اولع 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 تحت الكاوتش وقلت لك انا عملت اختراع والعربيه مشت، هتقول لي انت مجنون صح ولا غلطان؟ اقول لك ليه يا ابني؟ اقول لك انت يا دكتور اكيد كنت بتحلم، ده انت لو كنت واقف تحت الكاوتش، الكاوتش عايز يروح العربيه بوم صح يا ابني ده حصل ازاي؟ يا ابني انت بس كنت بتتقل وليه انت كنت بتتقل وتحلم يا ابني ده هو ده كانوا 100 انا يا ابني اديت حراره 100 خدت الميكانيكا ال 100 والعربيه مش حاطه كده على قد ال 100 وقفت تاني ولو قلت لك تاني هتروح سايبني وماشي هتعمل ايه؟ هتسيب ارض عنده صح كده؟ برغم ان هم كانوا 100 فضلوا 100 صوتهم اتغيرت يا ابني كانوا 100 هي او 100 اوفر يعني زادوه بسرعه عايز اتلخبط مش فاضي هتقول لي ايه؟ انا عايز انزل اجيب سندوتش مش فاضي لك بقى لو ربع ساعه وهطلع صح كده؟ يبقى اذا القانون الاولاني في قصور ولا مش قصور؟ في قصور ولا لا؟ في قصور اهو ما انا قلت لك لو انا حد حراره 100 خدت شغل 100 والعربيه مش في قصور ولا لا؟ برضه يبقى القانون الاولاني ايه يا ولاد؟ القانون الاولاني بايظ. القانون الاولاني كويس بس مش كويس على طول. لا يستطيع القانون الاول لا يستطيع الحكم هل الإجراء ده ممكن ولا مش ممكن؟ طب أديك مثال جميل تاني بقى. مثال جميل، أنت فاعل هي الكهرباء دي، وحط الفيشة تلاقي سلك إحمار يدفن لك الطاقة الكهربية اتحولت لطاقة حرارية دفنت الأوضة وقعدت لك كويسين كده، صح ولا غلط؟ ها؟ لو كانت خدت مثلا اللي هو الدفاع بتاعتنا 1 كيلو واط، لو كانت خدت 1 كيلو واط كهرباء اديتنا 1 كيلو واط حرارة، حد عنده اعتراض يا جماعة؟ 1 كيلو واط بتحول له 1 كيلو واط حراره، حد عنده اعتراض؟ هذا الاجراء ممكن ولا مش ممكن؟ وبيحصل النهارده اللي انا بشتريها الدفايه، صح ولا غلطان؟ طب انا اشتري الفيشه وهجيب شويه بنزين واقعد اولع تحت السلك. اولع تحت ايه رايك؟ ولعت شويه انرجي لقيت كهرباء خارجه من السلك، ايه رايك؟ هتقبل الكلام ده؟ قول يا دكتور دفاع هتسيح انت يا محفوظ صح ولا غلطان؟ السلك هيسيح يا ابني انت زعلان ليه؟ انا بقول لك اديتها 100 اديتها 1 كيلو واط حراره ما تديش كهرباء تقول السلك هيسيح يعني ها لا انا لو قلت لك يا عم انت هتتخسف بعدين تخرجي يمكن تتخسف ولفيت حواليها سلك او لفيت حواليها سلك ست حالي وكده وكل حالي
ورحت حاجة بتاع تعود اي حمار دفع الوضع ويقفش في الوضع هل لو كنت اقول انا احس بالسلم هل انت هم خارج من السلم بالرغم يا ولد حتى واحد كيلو واحد كيلو واحد كيلو طب اسمع بقى طب حتى اقول قلت له مستحيل هذا اللي بعده يستحيل بالرغم ان يا ابني ما قول لي اصل هذا الاضطراب مش ممكن هو اي نعم بالظبط من نعمه القرن الاولاني دخل واحد كيلو واط خرج واحد كيلو واط بس عمليا لا تستطيع تصديره او تصنيعه او انتاج صح ولا لا يبقى القانون الاولاني قانون قاصر لا يحكم الا على الكميات فقط القانون الاولاني يهمه بقاء الكميات كان هي 100 خرجوا 100 واط ممتاز ممتاز كانوا 100 مش عارف ايه اهم حاجه ايه الكميات تفضل صورتها تتغير ما تتغيرش مش بالصفر اما القانون الثاني بقى قمنا تعالى هل الاجراء ممكن ولا مش ممكن يبقى كده مين ابص بقى مين الاخ الاكبر لو قلت لك القانونين دول القانون الاول والثاني اخوات الاخ الاكبر يعتبر القانون الاول ولا الثاني؟ الثاني انت تقول له عيب ما يصحش اللي انت بتقول ده انت لو ولعت انت كنت قلت على واحد طيب صح كده يا ولاد كنا بالضروره الثاني هو ذلك القانون الذي يحمل على امكانيه الراي وهذا يخضع للمنطق يا ولاد يعني مش هتلاقي كتب كده يقول لك الاخلاق ده ممكن الاخلاق ده ممكن مفيش يبقى في عندنا القانون الثاني هو الاخذ الاكبر من القانون الثاني رغم ان مش متاح لا يعني هو ايه علمك الاول كميات ومعادلات ومعادله التكنيه ومعادله التكنيه اللي بيقدر يعمل كده عشان بس كده بيبقى عنده كده عندك في خبره الحياه بيقدر يعمل كده طبيعي الطفل الصغير مش هيقدر يعمل كده بيظبط لك التكنيك الشباب اللي معاه هو الاول يبقى القانون الثاني هو الاخ الاكبر من القانون الاول الذي ينص طبيعه اجراء العمل هل هذا ممكن ولا غير ممكن على كده تسمع كتير يقول لك يا واحد عمل اختراع مش عارف ايه وسد براءه اختراع ايه كل ده غالبا لما نروح للاكاديميه بتاخد التفاصيل بتاعته والمعادلات بتاعته والتكست اللي كاتبه ودكتور في قصر غالبا يبقى الحكم باستخدام القانون الثاني للتدريب معايا كده استخدام القانون تطبق عليه مجموعه اشتراطات يعني هل هو مثلا موت اشتراطات يبقى هل المنتج ده التجربه بتاعك كده عربيه بتمشي بالمر واحد يقول انا عملت عربيه بتمشي بالمر ماشي يا عم بس انا عامل خزان فوق من ليها 3 متر في 3 متر في 3 متر خزان مليان مر طب انا هشيل العربيه ولا هشيل خزان فوق العربيه انت قلت لواحد عامل لك عربيه شايل خزان ميه 3 متر في 3 متر في 3 متر ايه؟ هنمشي بكاميرا في الشوارع واحد يقول له مش عارف انا ماشي عربيه بالهاوي كلام كتير بيتقال ومعادلات يقول لك تعالى هات التفاصيل وانت له معاك بعد شهرين ثلاثه يجي يناقش الكلام ده اداره كامله قاعده اداره براءات الاختراع معايا كده احد الادوات اللي بتستخدمها مش هي المعادله القانون احد الادوات اللي بتستخدمها واحد يقول لهم انا عملت ثلاجه السي او بتاعها 13 طب تعالى يجي يقول له لا الكلام ده غلط غلط من غير كلام وما بيقعدوش يناقش كتير ليه عشان احنا حسبنا السي او بالممكن انا ساعه جايب 13 جنيه في السنه وروح مديله الورقه ومطرقينه على طول ما يسمعوش ليه واحد يقول له ما انا هشتغل بالميه يقول له ماشي بس انا عارف واحد يقدر يركب عربيه ملاك شغل نظام ميه كده في راسه مثلا وماشي ما ينفعش اه ممكن وكل حاجه بس ما فيش حد هيقدر يشتريها منه يبقى ما تستجيبش بالسلام يبقى احد الادوات التي تستخدم في امكانيه تنفيذ الاجراء او عدمه هو ذلك القانون الثاني للدليل الولد اللي نفسك حط على دماغك حط الولد على دماغك اللي جنبك ايوه ايوه اللي قدامك يا ابني ناس حد جنان طب اسمعني بقى القانون الاول الشباب اللي معايا الدفاع العربية مش عايز صوت بقى عشان اجري شويه وخلص المطرح القانون الاولاني بص لي كده لو انا عندي سلك كهربا زي ده كده بديله تيار كهربي اي السلك الحراري ده واللي هو مصنوع من النيكل كروم اللي بيتباعوا دول كده اه السلك ده هيحول طاقه كهربائيه لطاقه حراريه هذا الاجراء هل في ما يمنع من يعمل الفيرست لوب
هل في ما يمنع من يمنع تستكل دلوق؟ هل في ما يمنع من يمنع تستكل دلوق؟ كلب؟ لا. طب امسل بقى الإدراء ده هذه بمقدار مثلا بمقدار هذه بمقدار مثلا 100 كيلو جول هلاقي طيار مش بمقدار 3 امبير معايا كده حسبنا مثلا حاجه كده حسبه معينه من نقطة الفينش تلو هل في ما يمنع يا ولاد طب من يمنع السكند تلو التنافى مع المنطق خلص ما تقولش اثبات ده لا لا مستحيل اللي هيحصل ان السلك هيبدا انت مصمم بقى على الغباء ابدا تسخن 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 لما السلك يروح محطوط بينه وارميها بقى كلها على بعض معايا كده في ما يمنع عايز لك ايه ان انت لو قعدت تديها دي مش هيولد لك كهرباء معايا كده امال انت بقى عايز تديهيه طب الاجراء اللي قدام حضرتك كده لو الرسمه كده ها هل في ما يمنع من يمنع الفيرست لو طب من يمنع السكند لو اللاين صفر مش هديك طياره مش هديك طياره لكن لو قلت لك ان اللاين باثنين ولا بواحد ولا مش عارف بروسك ولا اوف لا 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 مش لازم الإدراك أكيد مش مربوط. طب اسمع الحتة دي. لو أنت ماسك المجي بتاع الشاي بعد الفطار كده. معروف إن أنت لو ماسك كده المجي ده بيرمى حرارة للجو ولو شفت ربع ساعة ولا حاجة كده صح ولا غلط؟ الإدراك ده إدراك هل في ما يمنع من يمنع الفينش أو السكند لوب؟ طب هل الإدراك التاني بقى المجي أنت ماسك المجي صفر وأنا قلت لك الحراره هتيجي من الجو للبطن الجو حرق في حرق كيلو جول مثلا 10 كيلو جول سابوا الجو وراحوا من برد السخن ده 10 دخلوا 10 من يمه الفيرست لو في حاجه تمنع 10 دخلوا 10 بس من يمه السكن السكن بيقول لك مستحيل يا ده بارد وده سخن ازاي الحراره تيجي من البارد تروح للسخن يبقى السكن بجد صح كده ولا لا يبقى هناك انا بقول لك كده ليه لان دي حاجات منطقيه ما اقدرش ابص لها كل حاجه كاوتش العربيه ما ينفعش تسخن تحت الكاوتش وكده العربيه هتمشي ما ينفعش المقض تقول ايه الحراره هتيجي من ده للشال في المقض مش مستحيل الحراره اللي تسري من مكان بارد الى مكان ساخن من تلقاء الذاكره الحراره تمشي من مكان ساخن الى مكان بارد ده اللي بيبقى له عقل وانتباه ده اللي ما تمشيش من مكان بارد الى مكان ساخن مستحيل من تلقاء ذاتها يعني ليش الحراره كده جت من الجنب وراحت للشال وشال سكنات تغلط مستحيل ورغم ان احنا 10 دخلوا من برضه 10 يعني ما طلعناش ولا قللنا ولا طاقه حصلها كرييت ولا حصلها سيميت 10 دخلوا واللي برضه تمام يبقى السكند لو هو ذلك القانون المنظم لامكانيه حدوث الاجراء من عدم معايا كده ولا ايه؟ حد يسالك ايه الاجابه؟ طبعا هناك عشرات النصوص لهذا القانون هتاخد منهم نصين اثنين طيب الرسمه اللي قدام حضرتك دي العربيه اللي انت جايبها كده الصبح سيرفيز او باص او الملاك اللي انت جايبها الصبح بيشتغل ازاي؟ بتديله هيت بتديله بنزين او سولار صح كده ولاد او غاز طبيعي بيحصل ايه قلب العربيه؟ بيحصل ايه قلب العربيه؟ البنزين او السولار او الغاز بيتحرق معايا كده بيديني هيت الهيت دي لما بتدخل في قلب سيستم كده اسمه المحرك بتاع العربيه صح كده؟ معقد كده وعشان تفهمه عايزه سنتين او ثلاثه عشان تفهمه وتصينه وتفكه وتركبه سيستم معقد الهيت دي هل كل الطاقه الحراريه اللي نتجت من حرق البنزين يا بنات او من حرق السولار يا شباب او من حرق الغاز طبيعي هل كل الطاقة الحرارية دي بتحول لوقت في قلب الانجن اللي كذا بروسيس ده؟ لا أمال إيه؟ أمال الهيت اللي نتجت من حرق البنزين دي بتروح فين؟ حد يقدر يقسمها لي؟ بايولوجيك كده اتفضل يا فندم حرارة دخان لمعة حركية دخان دخان برافو الزميل بقى دخان الاحتكاك طاقة حرارية فعلا العربية تمشي بس في حاجة مهمة أوي أنت نسيتها نظام التبريد اولا انت ما بتمشي العربيه وانت تحت الديتكتور فتقول قسط الميه بايدك كده طب ما هي ساعه صح مجرد انك تمشي ربع ساعه تقدر تعمل الحركه دي تحط ايدك في الميه تشرب حتى العضله
صح بيبقى الحرارة حوالي 100 انا عايز اعرف الحراره دي الباقي السفر الباقي السفر دي جت منين اصلا يعني اكيد من حراره المحرك صح واذا هل اسمع انت اللي هتجاوبك هل تستطيع بناء محرك يحول يعني شوف زميل قياد دخان ناس بتقول له هل الدخان ده عارفين درجه حراره العادي هو الشكمان يا ولاد الشكمان بيجي من بط العربيه كده يجي مسافه 3 متر كده ويطلق صح ولا لا؟ يجي 3 متر بط العربيه انت عارف يبقى خارج من قلب المحرك قبل ما يدخل الماسوره بتاعت الشكمان اللي طولها 3 متر ديت وهو خارج من بدايه حطه تقريبا كام؟ 350 400 الدخان اللي خارج ده سيبك من الاخر انت ممكن في الاخر فعلا لو حطيت ايدك من يعني عادي تقبله لكن لو انت شفت هو خارج من قلب المحرك وعمل الشكمان ده طويل كده علشان يخفض من الضغط سنه سنه وكلها يبقى طول ما هو ماشي الدخان ده بس يبقى خارج من قلب المحرك عند 340 يعني شايف طاقه حراريه ولا لا يا ولاد؟ كان اصلا ايه الطاقه الحراريه دي؟ بنزين وفلوس صح ولا انا غلطان؟ بنزين وفلوس او سرعه او ده معاه كده خساره ولا مش خساره الدخان ده يا ولاد؟ خساره ولا مش خساره؟ بس اقدر استغنى عنه اقدر استغنى يعني في واحد يقدر يخترع اختراع كده يعمل لنا محرك ما يطلعش الدخان بتاعه اصله بيسبب خساره في البنزين في محركات جديده اسمع بقى القصه دي بس في الاول وفي الاخر في دخان بيخرج ولا لا؟ لازم في دخان بيخرج ومعاه شويه طاقه حراريه خساره ولا بس لابد ان انا اطرد هذا الدخان عشان يدخل هواء جديد واكسجين جديد عشان المحرك يشتغل. هل قال لي اول خساره لابد منها لبقاء المحرك لبقاء عمل المحرك صح ولا لا؟ لو انت كتبت المحرك هيروح المحرك يروح له قدام مش هيشتغل هيتكتب في بعضه واحد يقول ايه ده؟ هو الدخان ده مش خساره؟ اللي هو خساره؟ طيب هو يبقى لا انت روح ولا انت جاي ولا خسرت وفضلت قاعد مكانك يبقى خساره يعني حاجه كده الشيء لزوم الشيء زي ما بيقولوا يعني طب الحاجه رقم اثنين ميه التبريد لو انت سايق عربيتك ولقيت الحراره هتعمل ايه اول ما تشوف الحراره دي جدا؟ بتحاول تاخد يمينك باقصى سرعه علشان توقف وتشوف ايه المشكله تحت الميه يا عم ده الميه دي بتاخد حراره من قبل البنزين والحراره دي كان اصلها بنزين والبنزين بقى ب 9 جنيه ولا 8 جنيه ونص يعني خساره ما يا عم الحين تربط الميه دي ما تشغلش الميه ولا عم ده المحرك مش هيشتغل 5 دقايق وتبيع حتت حمراء ويروح بيعه بقى بالكيلو الكيلو 3 جنيه ولا 4 الكيلو النهارده الكوكا ب 5 جنيه معايا كده؟ اما انت بقى شايف ان ميه التبريد دي خساره هنفك الترمبه بتاعت الميه ونلغي الراديتير وما نخسرش دلوقتي الحراره اللي بيروح في ميه التبريد دي لان كان اصلهم بنزين والبنزين ب 8 جنيه صح؟ بس في الاخر بقى انت ترى لو انت فكيت الترمبه ورميتها هتبني المحرك كمان جنب منه يبقى الشيء لزوم الايه؟ يبقى هل تستطيع بناء سيستم يحول كل الطاقه الحراريه الى شغل يا ولاد؟ بص للرسم اللي قدام حضرتك شفت كل الكلمه اللي بالحمرا دي انبص بص ليه راحه كده؟ عايز اختراق هل تستطيع كل الحراره المضافه انها في قلب سيستم بقى سيستم تطور من جزء من 2 من 10 من 20 وخارج ده تجي 80 70 صح ولا لا؟ وبروسيس 1 وبروسيس 2 وبروسيس 3 وبروسيس 4 ومكون واجزاء كتير المواد اللي فاكر المحرك دي من ما بتطش كده مكونات صح؟ وبروسيس مش عارف ايه وبروسيس ايه اشبه ما يكون بالبروسيس اللي انت خدتها في الجزء الاولاني معايا كده؟ هل تستطيع بناء محرك يحول كل الحراره المضافه الى شغل يا ولاد؟ انبسط تمام كده؟ طب هل قالوا لي يا ولاد عنده اعتراض على الرسمه دي؟ طب لو قلت لك كده ده 110 ها؟ هل قالوا لي يا ولاد معترض؟ انا اعترض اه لا والطاير عشان الطاير الفيرست له كمان الرسمه اللي انا شطبت فيها دي وعملت 110 ها؟ ده بيتعارض مع القانون الاولاني ويتعارض كمان مع القانون معاك اي حاجه تتعارض مع الاولاني اكيد هتتعارض بعد كده
لكن ربما حاجة لا تتعارض مع الأولاني والقانون التاني إيه أولاني؟ تعارض مع الأولاني لا يرفض صح كده؟ أنت اللي قلت هو أنا عادة سألت يا رأيك بحال ترمة المية ونمشي من غير ترمة ومية ورجلتين وأصلين الرجلتين ده عمال ياخد حرارة والحرارة أصلها بنزين والبنزين أصله فلوس معايا كده ده مش كده وبس الماء تخرج مش عارف ايه سخنة الهواء يمشي عليها المروحة اللي شغالة ديت أنت ماشي بسرعة مش عارف 70 80 الهواء داخل ب 70 80 يا نهار أبيض الهواء الكتير اللي داخل ده عمال ياخد حرارة بياخد حرارة كانت أكتر من جيبك هل استغنى عنها يا ولد؟ ما أنت لو استغنيت عنها المحرك هيسيبك يبقى هل لو حد يقدر يستغنى عن الدخان يخرج؟ ما الدخان لازم يخرج ليه؟ اصل الدخان ده هو الهواء اللي داخل الهواء على شويه البنزين عمل ولعه وبرشيت واحد ثم اثنين ثم ثلاثه ثم اربعه خلصت الدوره ها لازم ارمي الزباله دي الزهوص ارمي الزهوص ده عشان اخد هواء جديد على بنزين جديد على بروسيس ثم بروسيس ثم بروسيس لغايه البروسيس رقم اربعه المحرك اربعه بروسيس معايا كده وارمي الدخان ده واخد جديد معايا كده ولا وما دي التبريد الاساسي العادي الاساسي عارفين الناس بتقسم الناس لما بتقسم الطاقه الحراريه اللي بتدخل للمحرك اسيوم مثلا دخلنا 100 هل عارفين بياخد طاقه حرارية قد ايه؟ دخلنا 100 كيلو جول حراره للانجن ده بيتقسموا ايه بقى؟ بترجع تتقسم ازاي؟ طاقه حرارية كام؟ ميه التبريد كام؟ الاكسوست كام؟ وكمان جسم المحرك كمان لما تفتح تلاقي فيه زاد دخان كده جسم المحرك تعال جسم المحرك نفسه بيتبرد عن طريق الزيت بيتبرد عن طريق ميه التبريد والهواء اللي بيدخل من الفتحه ديت بيمشي على المحرك جوه البرادات كده الهواء اللي داخل ده كده من الدم ده كده بيمشي على كل الحديد بتاع المحرك بياخد حراره من جسمه كمان معايا الهواء دي انت سايب ب 70 الهواء بيدخل ب 70 عكس معايا كده بيدخل بيعدى على الرجلتين وبعدين بيعدى على جسم المحرك يبرد كمان جسم المحرك. الزيت بتاع العربيه بيبرد فين؟ كلنا عارفين الزيت بيبرد فين؟ بحال بتعملوا رجلتين مخصوص او الكارتينه اللي تحت بتعمل لها زعانف كده عشان تبرد الزيت. المحركات الكبيره بياخد الزيت على رجلتين تاني او يعشقوا في قلب الرجلتين بتاع الميه عشان يبرد. وكل ده بنجيب خطر بس ما نقدرش نستغنى عنه، لو استغنينا عنه المحرك هيسيب. فهمنا يا ولاد؟ المنطق بقى بيقول العقل بقى السجن بيقول ايه؟ اتفرج بقى بشويه بنزين، عارفين بنفرغ في كم من البنزين اللي احنا بنفرغه؟ ثلاث ارباع البنزين بيضيء والربع بس هو اللي بيتفرج. الميه التبريد تاخد التلت، الدخان والعادم والزهر بتاع العربيه التلت، ويفوت لك انت التلت تمشي. يعني 8 جنيه ونص بيصطفوا 2 جنيه و70 قرش. فهي دي الطاقه الحركيه. بس هل حد يقدر يعمل؟ بدأوا بقى يعملوا حاجات جديدة بقى طبعا، لأن ده بالعقل بالمنطق تجيب الجنيه. يعني أحط 8 جنيه ونص أسيب بس 2 جنيه وسبعين بدأوا بقى يقول لك إيه 8 جنيه سيارات الكهرباء. طاقة فوتو سيل والخزنة البطارية معايا كده وبدل ما نمشي ب 70 80 نمشي ب 50 60 سيارات كهرباء وده اللي الدولة داخلة فيه. معايا كده؟ في بقى برضه الايه؟ الفيول سيل. الفيول سيل بتاخد الهواء، واحد يقول لك انا عملت عربيه بتمشي بالهواء، صح؟ الراجل ما بيغلطش، بتمشي فعلا بالهواء. ياخد الهواء يحلله الى هيدروجين واكسجين، صح ولا غلط؟ الهيدروجين ده مش فيول يا ولاد. الهيدروجين مش فيول. والاكسجين لو قدر يجمعه ولا حاجه يبقى مصلحه بس هو بيطيره يعني. معايا كده؟ واحدة عملت عربية بالماء حلل الماء ايه يا ولاد؟ الهيدروجين والاكسجين فوق صح برضه يا ولاد؟ لا سوري الهواء اكسجين والهيدروجين لا سوري الماء حلل الهيدروجين والاكسجين والهيدروجين يجمع الهيدروجين يقول لك بشد العربية بالماء يقول ست حلو بس الحاجات كلها يعني تخوف تخوف اللي فعلا نزل السوق سرعه الكهرباء ليه؟ عمل ضهرها سيلز يوم ما يغلى خالص روح قطع على بطاريه الشحن لو السيلز مش ملاحقه عليه كهرباء الفوتو سيلز بتاعت الشمس محطات شحن كهرباء ربع ساعه توقف عليها البطاريات اتشحنت لان السيلز مش مقضيه بتاعت الشمس
خلاص البطاريات اكتملت تمشي. السيلز كافيات تنور، مش بكافيات في محطات شحن كهرباء في الطريق. بدأوا يعملوا كده عشان نخرج من ايه؟ من الدوامة ان انت تلت الفيو اللي انا بحطه بس. لان مش هقدر استغنى عن طول الكوميشن، مش هقدر استغنى عن الريدتين، مش هقدر استغنى ان لازم الاكزوست العالم يخرج علشان اخد هواء جديد ومتبادل. المنطق القوي الثاني بيقول كده، يبقى اولاد ها كونفيرتد هيت تو وور كومبليتلي از بوسيبل. القانون اللي هو الثاني اولاد حكاوي ينصر دماغك. حكاوي كل ما تقرا كتير وتسمع كتير دماغك تتناقض معايا كده. مستحيل ان الهيت تحول كلية الى وور معايا ولا ايه؟ معايا؟ ايا كان بقى. طب استنى ايه؟ انا ليه رسمت دي دايره ما رسمتهاش مربع يعني؟ ليه دي يعني؟ وحتى اسمه ايه كده ولا اسمه ايه؟ يعني ايه هيت انجن؟ موتور عربية، موتور حركة حلال زي محركة العربية. ده محرك حلال صح؟ زي محطة البخار وشبرا الخيمة طلعت هناك. ده محرك حلال. يعني محرك حلال يا بلد؟ ها؟ واحد بقى يقول لي بقى كده، انا عايز واحد يقف، انا عايز التاني اقف والتاني يقف، واحد يقف يقول لي ما معنى محرك حلال؟ قول باللي انت حاسه وفاهمه طبعا، واحد يقف، قول غلط، لو مكتوب تقف يكلم واحد يفرد وكان واقف، اتفضل. اقف يا حبيبي، اقف بس كسبني. بيشتغل بالبيستم ولا لازم ايه الانرجي اللي هياخدها؟ هو بياخد ده حراره الشركه حراره صح عشان من اسم الاولاد دي انرجي يبقى هتدي له حراره. ايوه في طبعا زي زيكم بقول في اجزاء كتيره جوه صح بروسيس مكونات كتير يعني بروسيس واحده ولا اكتر من بروسيس ايه؟ عشان كده بص رسم يعني كده يعني ممكن يكون اربع مكونات او خمسه او سته او 10 او 20. طب ليه رسم كلمه ليه رسم في دايره؟ يعني ليه رسم هيت انجن سايكل دايره كده يا ولاد؟ ليه عايز يشتغل في سايكل؟ ياخد هواء وبنزين يلعب عليهم بعدين يرمي وبعدين ياخد هواء وبنزين وبعدين يرمي سايكل ولا مش سايكل؟ يبقى الهيت انجن هو زي اللي بياخد قرار كمل يديني عشان ينتج ايه يا ابني؟ ينتج ايه؟ ينتج يعني ينتج حراره ولا ينتج شغل؟ ينتج شغل شغل ميكانيكي صح. طب هل يستطيع ايه تحويل كل الحراره الشغل؟ جزء منها وليس كلها صح كده؟ يبقى الهيت انجن بمنتهى البساطه يا باشا هو زي كان بلد انجن بيشتغل في السايكل ممكن يكون جزء اثنين بس مش جزء واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه 10 20 معايا كده. في منه زي محركات العربيات والكيسات والدبابات والسفن وكده معايا كده بيشتغل في السايكل ياخد هيت يحول جزء بس منها لهيت لشغل وورك دي بقى منطقه حركيه او منطقه ميكانيكيه ممتاز ويطرد حراره صح؟ ويطرد ايه؟ وبعدين نرجع نعمل سايكل تاني معايا اتفضل ياخد يبقى الرسم اللي قدامي دي تقول لي رسمه غلط لا يقبلها القانون الاولاني العظيم طبعا انت بتقول القانون العظيم معايا كده قانون تاني لا مش هتعرف تعملها يقول لك لا ده مش هتعرف تعملها عمرك ما تنتج محرك ابدا ياخد كل الهيت تحولها لشغل لازم تطرد شويه زيت علشان الاله دي او الهيت انجن ده يعيش ويقعد معاك 30 40 سنه وبرضه كنت بتبيعه تلاقيه ما زال محرك برضه بس محرك يعني كتر العمرات اللي فيه يعني بقى ياخد اكتر من ايه؟ معايا كده؟ يعني انت بتبيعه كل محرك برضه لكن بقى ساعات لو استفدت عن تربة المية ربع ساعة بس هتلاقي محرك ولا حتة حديدة حمراء يجي الواد ياخدها منك مثلا ب 500 جنيه ولا 600 جنيه نوزنها كده بالكيلو في 5 500 جنيه صح ساعات عشان استفدت عن تربة المية من 250 جنيه دلوقتي ده 300 ولا مع تربة المية من 250 جنيه ده عايزك محرك هتجيبه جديد ب 6-7000 جنيه معايا كده؟ الريديتيت بتاع العربية يفرقع لك العربية لو كتبت الدخان بوم ده الدخان العربيه وبدل ما كانت بتاخد هواء اديتك منتج دخان كتبت العقل يبقى لازم اطرد الاكزوست الاكزوست يعني حراره
مية تبريد يعني حرارة معايا كده. فدائما وقت بتوع السيارات يقول لك ايه ده الطاقة الكيميائية او الطاقة اللي انت بتحطها في صور بنزين او سوار بتتقسم لثلاث اشكال، ثلث تمشي فيه وثلث في مية التبريد وثلث للاكزوست اللي خارج منه، يعني 90 جنيه يوم 30 جنيه. طيب يبقى دي عبارة ايه حضرتك في الرسمة اللي قدامك دي؟ ها؟ ايه الرسمة اللي قدامك حضرتك دي؟ ها؟ ده هل كلا القانونين يسعد؟ هل كلا القانونين يسعد؟ ليه ما جاش القانون الاولاني؟ القانون الاولاني اكيد هيقول لك ان الهيت ايه؟ هتساوي هتساوي ده لوحده ولا ده لوحده ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. طبعا اكيد ده هيساوي ده زد. القانون الثاني ما زعلش برضه. يعني احنا راعينا خالص اه الهيت اللي دخلت جزء منها هيبقى شغل والباقي هيطرد يطرد ايه؟ طب في حاجه هنا هاي تمبريتشر سورس وهي لو تمبريتشر سورس. هو الانجن بتاع العربيه، الانجن بتاع العربيه لازم لو انت بصيت جواه كده جوه الانجن لما يجي الهواء مع البنزين بيولع جوه درجه الحراره ساعه الولع. حد عارف تقريبا بتوصل كام؟ حوالي 2000 درجه مئويه، حوالي 2000 الطاقه الحراريه دي البنزين لما ولع لو انت قست درجه حراره حوالي 2000 معايا كده. ده كده مكان فيه حراره معايا كده. الحراره دي لما بتحصل جوه الضغط جوه بيزيد ويتك على الماده بس يحرك يوم الكلام يبدا يلف قصه كده يعني طويله هتعيش فيها ايه معايا يبدا يلف. وبعدين تلاقي العادم خارج، العادم خارج قال لا 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 حراره يعني صح؟ ميه التبريد خدت حراره معايا كده؟ طب العادم وميه التبريد الحراره بتاعتهم بتروح فين في الاخر؟ العادم لما يمشي بيروح للجو يعني ها العادم ها بيروح لمكان لو تمبريتشر لو الجو، ميه التبريد الفريدتين مصيرها ايه في الاخر؟ الهواء هو داخل فيها بطول العربيه بياخد الحراره من ميه التبريد لما تبرد تدخل تاني المحرك تاخد حراره من قلب المحرك عشان المحرك يبقى الهادي عشان حديده ما يموتش معايا. ترجع تاني تروح الراديتير، الراديتير ايه في مروحه شغاله عليه وانت سايق بسرعه عاليه معايا كده ها. ولو تاخد بالك المروحه دي مش دايما شغاله لو انت سايق بسرعه 80 كده هي بطاله لان الهواء اللي داخل يكفي، لكن مجرد انك تقف في اشاره تلاقي المروحه ايه عشان تمشي هواء على الايه على الميه معايا كده كده. دايما وابدا لما بنمسك كده بنقول ان الهيت جاي من مكان درجه حرارته عاليه تدخل تدور الانجن في سايكل اكتر من مكون يا ولاد يديني شويه شغل والباقي ينطرد للايه لمكان بارد. طب اسمع بقى المحطه بتاعت شبرا الخيمه وانت جاي كده ده برضه بتحرك خرابه بس محرك حراره ضخم جدا منشاه على فدان ارض تقريبا معايا محرك حراره في سنه ثانيه معايا كده. في مكان اسمه البويلر بيغلي الميه يتحول لبخار، البخار يروح لايه التربينات يشغل التربينات وياخد دورته مش عارف ايه ثم ايه ثم يرجع تاني البويلر ياخد. يبقى البويلر ده هو الهاي تمبريتشر سورس ولا لا؟ معايا كده؟ يحول الميه لبخار، البخار يشغل التربينه تدخل مكان تاني تطرد حراره فيه اسمها المكسر معايا كده؟ تطرد الحراره ويرجع قصه طويله كده. يبقى الهيت انجن زي ولاد اشهر مثالين موجودين في ها المحطات البخاريه اللي تقريبا هي بتولد لنا مصر بتحتاج تقريبا 30 جيجا واط، مصر بتحتاج تقريبا 30 جيجا واط بنولد المحطات البخاريه تراب 27 جيجا واط. السد العالي يدينا حوالي حد عارف السد العالي ده قد ايه؟ 10% السد العالي ده كبير يدي مثلا 750 جيجا واط يعني مش محصل 1 جيجا يعني مصر مينيمم النهارده عايزه 30 جيجا واط عشان تشتغل. السد العالي كبيره 800 ميجا يعني مش محصل 1 جيجا والمحطات البخاريه بتغذي مصر. اي واحده هي من الثلاثه على المريه كده واحده عم شغل الخيمه امشي شويه كده من الرواق معايا كده محطات بخاريه. يبقى امثله ده محطات البخاريه الثابته ده المنشآت زي ما بيقولوا في المحركات الصغيره اللي بتركبها ده رايحه جايه الناس اللي نايمه. يبقى الهيت انجن الهيت انجن في امثله في مثالين اوعى يقاوموا الدنيا ايه هما؟ هتقول لي الكار انجن
الستيم انجن او الباور ستيشن اللي بتشتغل بالستيم لما يقول لك عرف الامتحان ده اتس ا ديفايس عرف ليك انجن اتس ا ديفايس اهو وركس ان ا سايكل لازم سايكل لو كده مفيش انجن كده يديني شويه ويروح لي ايه انا عايز اكتر شغل مفيش انجن يعمل حاجه كده بروسيس واحده ده لازم بروسيس لا ده هو بيعمل ايه اقل حاجه اربعه بروسيس معايا كده ودي كرر بروسيس واحد بروسيس اثنين بروسيس ثلاثه دي سايكل وبعد السايكل سايكل وبعد بيعمل في الثانيه الواحده 25 سايكل ساعتك لو انت سايق على سرعه مثلا 3000 ار بي ام لو انت سايق على 3000 ار بي ام معايا كده لو سمنا على 60 يبقى 500 ار بي سكند معايا كده سمنا على 60 50 صح ولا 50 50 50 لفه في السنة العمود يلف 50 لفه في السنة كل لفتين من المحرك بيعملوا سايكل لان المكبس بينزل ويطلع وينزل ويطلع دي سايكل ينزل يسحب هواء بنزين يطلع مش عارف يعمل ايه ينزل ويطلع يرمي وبعدين يرجع يدور كل طلع معاك طلع نازله طلع نازله يعمل لفتين تحت يعني في الثانيه الواحده بيعمل 25 دوره حراريه في الثانيه الواحده في الثانيه خف الثانيه ولو انت سايق ب 3000 ار بي ام معايا كده في الثانيه الواحده الثانيه تخيل كده تخيل في الثانيه الواحده 50 دوره حراريه يعني في الثانية الواحدة يسحب 25 مرة هو بنزين 25 في الثانية يعني أنت لما تبص لو أنت صورت قلب المحرك لو أنت صورته تلاقي ده كأن في ولع دايما من الولاد جوه ده أهو في الثانية الواحدة 25 شرارة تخلي الثانية كلها حاجة يعني معاك فدايما وأبدا تحس إن في مصدر حراري دايم جوه بس مش دايم ولا حاجة معايا كده لا دي قصه ثانيه انت لما تكبر انت بتتعب بالذات في التركيز على الحاجات دي معايا طبعا وعشان يخلي المحرك لو حصل اللي انت بتقول عليه ده في حاجه في جزء يا ولاد في جزء اسمه الحدافه في المحرك الحدافه دي الفلاي ويل بتخسر الطاقه فعلا انت لو شغلت المحرك بس وانت شفت المحرك بس بعيد عن الحدافه بتلاقي المحرك عمال يتهش كده فعلا ده عمال الواد ده مش شغال ما بيجي يظبطه معايا كده لو انت فاصل الحدافه عنه تلاقي المحرك عمال يضرب يترعش منك كده الفراي ويل بتموت لك الطاقه دي خالص الفايبريشن دي بتموته خالص غير بقى اللي هو المحرك بتمشي طبعا المحرك عشان لما بيجي يشبطه في جسم العربيه بيحط جاويتش في كذا مكان عشان الفايبريشن دي في فايبريشن بس لو وصلت لك وانت قاعد ما فيش عربيه بقى تقدر تقارن بقى معايا كده لا في فلاي بي في كاوتش في كذا مكان معايا كده علشان الدم تم الدم بالفايبريشن في الكوتش لما يجي يقول لك الامتحان بعد اسمع حضرتك عرفه ليه انجن ها عرفه بالاسلوب اللي انت تحبه اللي انت ترتاح له تقول له هو جهاز بياخد حراره يحول جزء منها الى هيل الى شوب والباقي ينطرد معايا كده اه انا كتبت لك نص انا كتبت لك نص حاول تكتبه او تكتب رايت بيبر بتزرع ديفايس وورد ان اسايد بتتعب انا اول ما باجي اقرا الاجابه ببص على الفيلم اصل لازم تعرف تسايد معايا كده ها اد فور بير ويحول بار يحول بار اوف ذا اد هي بار جزء انت وورد بار ببص على الكلمه دي انت وورد معايا and reject the remainder of the entity يلا بتاع ده صعب يا ولاد حد ما عرفش الكلام ده طب الرسمه دي حد ما عرفش يرسمها حد ما عرفش يرسمها طب ليه عملنا دايره ما عملناش مربع رمزيه السايكل رمزيه السايكل انا من هيت ان فاكر بقى عايزين نكتب قوانين الكيو ان بتساوي ايه يا ولاد يلا عشان المسافه هتطلع هنا كيو ان هتساوي ايه طب الورك تساوي ايه ورك ايه؟ ورك ايه؟ زائد؟
كلمة بنت هنا كلمة يعني صح. لو كتبت روبورت بس هتمشي. طب ليه كلمة نت هنا ازاي؟ ليه دبليو نت؟ ليه بقى اخبار الواد اللي حضر؟ ايوه اصحى يا ابني انت وهو ليه كتب دبليو نت؟ ليه ما كتبش دبليو بس؟ ليه هنا دبليو نت؟ لا اسمع بقى، هو الانجن مكون واحد ولا بروسيس واحد ولا كذا بروسيس؟ طب شوف تكون بروسيس مثلا بتاخد بورد، بروسيس تاني بتدي بورد، بروسيس طالعه مركز طالع نازل بيدوس تمام صح ولا غلط؟ مش احنا كذا بروسيس؟ ممكن تلاقي بروسيس بتدي وبروسيس بتاخد. النت بتاعهم كام؟ يعني في شوط انضغاط خد منه، الانضغاط مش ده بيبقى شغل داخل المحرك، وبعدين في شوط تمادي ده معايا كده. فلازم نتكلم دايما ده من النت اللي خرجت من الايه؟ عايز تكتبها ده من الماس اوكي مفيش مشكله. خلاص؟ يبقى ده القرن الاولاني. انا بحاول دايما يعني ايه اشتغل معاه في الحوار. عايز اقول لك ايه بقى؟ شويه كلام كده يعني نراه الكلام اللي احنا قلناه هنا عشان ما تكذبش. بقول لك ايه اسمع كده؟ بقول لك ازاي المحركات دي يعني اللي هي في البدايه زي اللي يسيب هي فروم هاي تمبريتشر صوت معايا كده. المحرك ده عربيه، المحرك العربيه فيه خزان عربيه ولا لا؟ هو فيه وقود وفيه ماسوره جايه بتوضي الوقود، وزي ما قلت لك في الثانيه الواحد 25 مره تشتريها فتحس ان جوه خزان دايما فيه ويلعب، بس هو 25 مره في الثانيه دي واحده في واحده. هو الثانيه كنت ففعلا في كسر قلب المحرك فوق كده اللي هي بتديك حراره قرب ال 2000 معايا. بقول لك زي كونفيرت ستاندر رقم 2 ها عشان الناس اللي بتتابع معايا، زي كونفيرت اللي فصص لك الكلمتين اللي فاتوا بار اوف زيس هيت تو بور. بقول لك غالبا بتبقى يعني روتيت الجسار صف بيلف كده، حركه العربيه في الاول وفي الاخر تلاقي حاجه منه عمود كده بيلف. أو أنت غير بتعمودي الكبدان، وعمودي الكبدان يدي بقى للعجل والعجل يدي. لو احنا ربطنا المحطة البخارية تلاقي التربينة فيها شافت كده، الشافت ده خارج بين يدخل الجنريت يولد كهرباء. المولد اللي أنت بتحط فيه في الأفراح أو المقادم والحاجات ده هي برضه ها بنزين بيشتغل بالبنزين أو السولار ولا مش عارف إيه، تلاقي فيه شافت برضه يدخل الجنريت يولد كهرباء، الولد بتاع الكهرباء اللي بيشغل بيه الروما بالعالة كده. يقول لك غالبا يعني تبقى روتيتنج. النقطة رقم ثلاثة زي ريشيت ذا ريميننج ويست هيت، بس بروتوكول هيت مش بمزاج، ده غصب عني وعنك عشان المحرك ده انت دفعت فيه دم قلبك عشان تجيبه. مش معقول بقى تقول لي اصل انا زعلان على الدخان اللي خد خلاص خارج، انا زعلان على مرض التبريد اللي وقت حرارة ايه طاقة معايا كده. لازم ثانية ليه؟ النقطة رقم 4 ازاي اوبريت ان اسايكل، بيشتغل على سايكل. معايا كده عشان الاستدامة، أنا خارج عايز بعد ساعة أوصل شغل، فلازم سايكل وراها سايكل، لدرجة إن أنا قلت لك 25 سايكل في الثانية. في الثانية. تعريف تاني يعني بيقول لك إيه؟ برضه يعني أنت ممكن تجيب تعريف من كمان. بتيجي أسيستنت Working in a cycle, receiving heat, بعرف شو تقولين لفوق يا ولاد، receiving heat from high source and converts، لازم نروح للكلمة دي، bar، وزاد heat and rejects the remainder. خلاص يا ولاد؟ وبيصير لك نفس الرسمة معايا كده؟ فالعالم المنطق هنا هتمني إن أنا ما حولش ما افتريش القرار وأنا هحول كل القرار للشغل. مستحيل. تبقى القانون الثاني مستحيل. ليه؟ المحرك هيسيح. مستحيل تتولع تحت الكاوتش، ايه الكاوتش هيسيح والمحرك ممكن تولع منك ولا حاجه كلها. معايا كده؟ مستحيل. مستحيل تحول كل قرارك شغل، لازم تدرس شويه. طب يوم بيسميه لك بقى المسميات. في وين من الحراره المضافه؟ دي الحراره اللي غصب عني وعنك لازم تتضرب. ده الشغل اللي خرج من المحرك. اه. وده سوري هنا بقى
عايز يقول لك ان المحرك اللي بتاع العربيه او اي محرك في الدنيا اي محرك بيبقى فيه مكون ياخد شغل المكون الثاني يدي شغل بس اجمالا ايه يعني لو انا رحت المحطه البخاريه جبت لك في شغل كتير كده البمب بتاخد شويه شغل عشان تشتغل ده مكون في المحرك وده مكون ثاني المهم الصفاف بتاعه ايه ممكن ليه اللي هو دبليو ايه دبليو اوت بس دبليو ها عايز اقول لك ان اي انجن يا ولاد اي انجن بتلاقي حاجه بتاخد وحاجه بتدي بس طالما هي انجن لازم اخد منه حاجه صافيه في الاخر ولا لا بسميها دبليو دي معايا كده اهو شفت بقى القوانين دول بقى شفتوا ده ليه مين ده مو بس دي بتاع التربيه ده بتاع البامب لو انت بقى اي خطه كده ان شاء الله رساله ثانيه هتعيش معانا خمس اسابيع معايا شخصيا معايا كده الدورة البخارية الشباب اللي معايا الدورة البخارية هتلاقي فيها مكونين اساسيين كابولات اي ضوء اي هيت انجن فيه 30 مكون 20 مكون 50 مكون هتلاقي فيهم كل مكونين مهمين جدا جدا واحد اسمه التربيت واحد اسمه البامب التربيت ده يديني شويه شغل قد كده البامب يديني شويه شغل ياخد مني عشان يشتغل قد كده يبقى فيه شغل صافي ولا لا سميته الصف الاولاني بتعملوا ايه؟ ده اللي كنت بسمع بقى الحته دي ارجع تعمل رسم ما يهمنيش ان انا اجي وهكذا تثبت دبل يونيت انا ماليش دعوه هنا مكون 2 3 4 5 6 واحد بيتم بياخد واحد بيدي بس في دبل يونيت دبل يونيت اصل يبقى الواحد راح في البيت يقول ايه دبل يونيت دبل دبل واحد يقول ده معايا كده في تربيله بتديني لكن في مكون ثاني بياخد الدبل الثاني يهمني القانون التاني بقى الانجن اهو ده كيو ان ده دبليو بحب اكتب كلمه تيك وهنا كيو اوت ايه العلاقه بين التاني بالده بده بده يا ولد ايه العلاقه كده بالنظر بس ايه العلاقه بين ده بده بده ها مين يقول لي المعادله اللي ده اللي يصور الكلمه اللي خرج صح كده يبقى كيو ان يساوي دبليو ان يساوي كيو اوت او دبليو ان بيساوي ده هنا ده ولا ايه يا ولاد طب المحرك ده له كفاءه ولا مالوش كفاءته ايه ها مين يقول مين يقول قانون الكفاءه بقى عشان مين يقول قانون الكفاءه مين اللي مستفاد اه الولد قال الكلمه الاول ده انت ايه قال الكفاءه المحرك ده قال مستفاد انا صح يبقى انا حط وراه الانرجي سوري الثيرمال ايتر المستفاد على المدفوع فين المستفاد يا ابني؟ فين المستفاد؟ النبي اوت الشغل لا مالين ربط من الثلاثه هل اكتب نت ولا اكتب اوت ولا اكتب ايه؟ ما هو ده دبليو نت على فين اللي انت دفعته؟ فين؟ قول انا كنت بتكلم صح على فكره صوتك كويس جدا مش هو ده اللي انت دفعته كيو ان الزيت بنزين اللي انت دفعته يبقى في عندنا القانون ده ما يهمنيش طبعا خالص ما يهمنيش خالص يهمني القانون ده القانون الكفائي معايا كده لو انا بس بقول لك خلي بالك ان ليه الزيت ليس مكون واحد لكن يكون اكثر من مكون اكثر من بروسيس انت ادخل بقى في المكون ده شوف دخل شغل وده ده شغل دخل شغل وده ده شغل ده اللي علينا الميل بتاع الاخوه الحبايب والسمعة على الكل اهي بس يعني انا لا لا ده عمال ده يتفلسف عمال ايه اهي دبل نت على كيو ايه طب دبل نت كانت ايه يا ولاد على كيو ايه طب ايه يا ولاد لو قطعنا البسط على المقام بس كيو اوت سهلة ولا صعبة دي يا ولاد؟ سهلة؟ سهلة يا ولاد؟ في ناس أحيانا تسمي ولاد كيو ان دي في ناس أحيانا تسميها كيو اتش يعني اللي جاي من هاي تمبريتشر يعني كيو ان دي كيو ان في ناس أحيانا تسميها كيو اتش وكيو اوت تسميها يا ولاد كيو ايه؟ لو اللي هي راحة المكان بقى
بتنطرد البريد زي دخان العربيه ومواد التبريد بتروح للهواء اللي في داخل معايا كده بنعايز هنا خلي بالك احيانا الناس تسمي ده بيو ان بس سلام وش بس سامع وصعب يا ولاد عمال تتاهل فيه عمال يقول لك خلي بالك يا ولاد خلي بالك يو اتش لا تسمعها يو ايه تاخدها من مكان فيه هاي تمبريتشر تاخد شغل صافي الباقي يفرق يو ايه او يو اوت زي ما تحب تسميها على تروح المكان البارد لما تقول ان يو اتش تساوي دبليو ريت زي كيو ايه ارتفاع حراريه دبليو ريت على الكيو اتش سهل وصعب الكلام ده ولا ايه القانون ده بيبقى ايه؟ السؤال بتاع السكن دول قانون سهل، زي ما انت شايف كده. يقول لك ايه؟ مش عايز حد ينام، وقت الواد اللي نام على الدنيا. لما تصحى يا ابني يقول لك هيت، اسمع بقى. از ترانسفير تو ا هيت انجن فروم ا فيرنس ات ا ريت اوف 80 ميجا وات. هيت از ترانسفير تو ذا هيت انجن. هو ما فهمش المعدل بتاع 80 ميجا وات دي كيو ان ولا كيو اوت ولا دابل يونيت ولا ايه كيو ان اف ذا ريت اوف ويست هيت ريجكشن تو انير بروبا يعني الميه يعني المحطات اللي انت بتشوفها دي المحطات البخاريه اللي بتوبرا ولا هنا ولا هناك ها فين 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 الكيو ريجكشن بتاعها ايه بقى الجو المداخل بتاعتها فين فين فيها مكون تاني اسمه كوندنسر والمفروض تتخاتم مع الدكتور صح ولا لا؟ خدنا الكوندنسر خدنا البويلر صح؟ المحطه البخاريه مما تتكون المحطه البخاريه؟ المحطه البخاريه بتتكون من ايه وليه؟ معلش المفروض تكون مسائل كويس عايزين نطلع بقى حاجه من ايه؟ الهيت المحطه البخاريه لما ندرسها ان شاء الله انا بس هقول لك فعلا بس ايه؟ بويلر بويلر يحول الماء اللي داخله الى بخار. عارف؟ طيب البخار ده يدخل التربينه يديني شغل. خلي بالك هسألك ركز معايا. وبعدين يخرج يروح الكوندنسر. بعدين يطلع. التربينه عشان يشتغل يا ولاد. اسمع بقى كده عشان تتوصل دماغك. التربين ده عشان يشتغل لازم يدخل بخار ضغطه عالي ودرجه حرارته عاليه لو دخل ضغط واطي مش هتاخد منه حاجه دخل درجه حراره واطيه برضه مش هتاخد منه حاجه معايا كده فمين اللي يحضر لي البخار بدرجه حراره عاليه؟ مين؟ يبقى هنا يو اسمي كيو ايه بقى؟ اسميها كيو ان ولا كيو اوت؟ كيو ان برافو عليك طب مين اللي يحضر البخار يخلي ضغطه عالي؟ طب انت طب انت تاخد الميه تفتح واطي مش فاهم بقى ايه؟ يقول لك انت رمبة رمبة يا عمام زي الموتيل بتاعتك بس مش فيه موتور ميه اسمه بامب معايا كده؟ عندنا في الفيتا بامب بس يلزمها موتور كهرباء عشان تشتغل يعني موتور ميه ده عباره عن حتتين موتور كهرباء موتور عادي خالص تديله كهرباء الشفط يلف الشفط ده يركب عليه الامبلر بتاع البامب الامبلر بتاع البامب ده ياخد الميه ضغطها 1 بار مثلا يخليها 5 بار 6 بار 6 بار يعني تقدر تطلع الدور التاسع والعاشر معاه كده ولا يبقى هنا ده هيتنجن اديت حراره بس فلسفه المحطه اللي بقى البامب دي تخلي الميه ضغطها عالي البويلر يحول الميه الى بخار يبقى البخار هنا اصبح التمبريتشر عاليه ولا مش عاليه؟ عاليه ولا مش عاليه؟
وضغطه كان جاي عالي ولا مش جاي عالي من الباب التربينة هتشتغل. طب يخرج من التربينة شكله ايه؟ يخرج مية البخار، البخار بلاي التربينة يبوظ، يخرج في مقاطع الخليط ضغط موتي خالص لدرجة ضغط موتي لدرجة بس احنا ما بنسمحش في كل تحول للمية التربينة بلاي صابه ويبوظ. طب يخرج خليط ميكش، يخرج ايه ولا ميكش؟ هل ينفع دخل ميكنشر على الطنب يا ضيف؟ هل ينفع؟ يروح حاطط ايه بقى يا ولاد؟ مش يفصل، منتصر هيفصل، منتصر بيعمل ايه؟ يحول اي ذره بخار يحولها ليه يا بنات؟ مش خد بالك، مش خد بالك، اسمع الدكتور اللي قبل مني، الدكتور اللي قبل كده صغير معايا، يحول القليل البخار المحطوط فيه يحوله ليكتب ولا لا يا ولاد؟ يوم يدخل بامب لو دخلها خليط هتشتغل. البامب البامب لو تشتغل على السوائل فقط هتشتغل على غازات ولا تشتغل على خليط من البخار من الماء؟ لا تشتغل على السوائل. لو دخلها خليط ما تطلعش الطاقه، تفضل تبقى كده وهي تبقى متكسره كده. البيل بتاع الجيه اللي بتشتغل في الطاقه، البيل اللي معايا معايا كده كده بتشخشخ البيل معايا كده ده 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 يعني كوندنسر، يعني لازم اسحب حراره من البخار. اسمي دي كيو ايه بقى يا اولاد؟ اه اسمي دي ايه يا اولاد؟ كيو او. طب البامب عشان تشتغل بتاخد ايه يا اولاد؟ دبليو بامب. التربيه هتدينا دبليو ايه يا اولاد؟ فين دبليو ايه في الرسمه؟ فين دبليو ايه في الرسمه اللي قدام حضرتك؟ اللي بيخش انت قدامك خرموط، قول لي ايه ناصر؟ دبليو ايه؟ برافو. دبليو ايه؟ دبليو تيب ماينس دبليو بامب. تعالى كده يا ولاد، كفايه الدوره دي. كان ايه علي يا ولاد؟ خلينا بس القانون الاساسي المستفاد على ده. فين المستفاد؟ ده 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 ولا ده المستفاد؟ ولا الفرق بينهم؟ الشباب اللي حاضر ورا فين المستفاد؟ ده ده ولا ده ولا الفرق بينهم؟ اه ده بيقول ايه؟ انا لسه حاسب على ان على ان واحده يا ولاد كيو دي ولا كيو دي ولا الفرق بيناتهم؟ اه دبليو تي هي بتساوي ايه؟ دبليو تي هي ناقص دبليو بامب، صح ولا لا؟ طب في حاجه اسمها كيونيت. كيونيت يعني ايه كيونيت؟ كيو بتاعت الفويل ولا كيو بتاعت الكوندنسر، صح؟ بس مالهاش علاقه بالكفاءه، اسمعني بس كده. في حاجه اسمها كيونيت؟ اه كيو ان هي دي ناقص دي. طب كيونيت ودبليو نت اخبرهم ايه؟ قد بعض ولا اصغر من بعض ولا اكبر من بعض؟ قد بعض. لا ما تتكلمش عن الفقر. كيوني ودبليو نت اخبرهم ايه؟ بالنسبه للقانون الاولاني قد بعض ولا دي اكبر من دي ولا دي اصغر من دي ولا ايه؟ ولا قد بعض؟ كم واحد موافق انهم قد بعض؟ كم واحد موافق تاخد المسائل؟ كم واحد موافق انه قد بعض؟ ولا بس دبليو ان اكبر من كيو ان؟ ولا كيو ان اكبر من دبليو ان؟ ها قد بعض؟ قد بعض. قد بعض؟ اه. دبليو ان وكيو ان؟ طب دبليو ان قد كيو ان؟ ها يلا ها. دبليو ان قد كيو ان؟ ده مستحيل. دبليو ان فوق قد كيو ان؟ لا. دبليو نت قد كيو نت. طب ارسم لكم رسمه كده مع بعض الناس اللي قبل مني رسمت. مش خدت حاجه يا ولاد؟ هي دي سايكل مقفوله ولا مش سايكل مقفوله؟ شباب دي سايكل ولا مش سايكل؟ طب لاي سايكل في الدنيا؟ لاي سيجنال سايكل في الدنيا؟ لاي سيجنال سايكل في الدنيا؟ ها بص لي كده بقى، دي سايكل ايه مقفوله؟ يعني انا لو بصيت للدوره من بره خالص كده
من بره بره من بره بره اكنها كلوز سيستم ولا لا؟ دي لوحدها اوبن سيستم ودي لوحدها اوبن ودي لوحدها اوبن ودي لوحدها لكن الدوره على بعضها كانها كلوز سيستم صح ولا لا دكتور؟ عادي كده او كان الدكتور محمود يقول لك ايه؟ ها لاي سايكل كيو بيساوي دبل شفنا الرسم ده قبل كده مش لسه يبقى اي سيمبل سايكل يا ولاد اي سيمبل سايكل هتبدا بالمنطق كده من بعيد خالص كده تقول لي يا دكتور اسمع بقى من بعيد كده دي تعتبر كده دروس يبقى الانرجي ام بيساوي الانرجي او يعني بص اهي بص هتقول ده ده شوف طارق كده حتى بالمنطق بتاعه ده ام وده كمان ام اهو مش ده الانرجي ام ده ده وده دخل هيساوي اللي خرج صح ولا غلطان؟ ده زائد ده يساوي ده زائد ده معايا كده؟ ده زائد ده يساوي الاثنين اللي خرج اهو الناس اللي يعني يو ان زائد دبليو 1 هيساوي يساوي دبليو 2 الناس بتتكلم لو سمحت زائد طب ننظمها كده نخلي التابلوهات مع بعضيها والكيوهات مع بعضيها ها يبقى كيو ام ناقص كيو اوي تساوي دبليو تيربل ناقص دبليو بار صح صح كده ولا لا يا ولاد؟ يبقى كده داخلناها الكيونت بيساوي دبليو نت ولا لا؟ اي سايكل مغلقه كيونت بيساوي دبليو نت صح كده؟ عملها زي ما انت ايه؟ واحد شحات داخل احنا اربعه واقفين واربعه واقفين. واحد شحات داخل انا وثلاثه محترمين من زمايلك معايا كده دخل عدى عليا 100 جنيه. عدى على بعض مني خد منه مش عارف 30 جنيه. انت معاك 100 جنيه. راح وقف شهر النت ولا هيكمل لك. معايا كده بعدين عدى على بعض منه خد منه 40 جنيه. هو السائل اللي هو عامل زي الشحات بس عمال يلف له هو ما هوش حاجه يروح لده يديله يروح لده ياخد منه يروح لده يديله ياخد منه ده يديله هو زي ما دخل ما معهوش هياخد ما معهوش معايا كده فانت بتحسب ده باليونت ايه؟ بتاع ده دبليو تيربل بلس دبليو بار ده بالكيلو هاي دبليو بتاع ام بلس كيلو كان اي سايكل مغلقه يا ولاد اي سايكل مغلقه يونت بيساوي دبليو يونت معايا كده تاخد واحد شحات دخل كده دخل شحات وخرج شحات زي ما هوش حاجه هو سائل كده عمال يضرب بص عمال يضرب الميه هنا مش عارف كانت كام خد الطاقه دي جت خدت من المياه اللي فات ده خد منه ده تاني ده تاني ده خد منه بس كده عمال يلف معايا كده يبقى لاي سايكل في الحاضر لاي سايكل في الدنيا لاي سايكل في الدنيا ها مجموع الكيوهات بس كل واحده اشارتها بقى يو ان ناقص كيو ال يساوي يو ان بيساوي دبليو لكن الكفاءة الحرارية الكفاءة الحرارية دبليو ان على الدفاع هو طول كيلو ان يبقى كيو ان بس صح ولا غلطان؟ لكن لو قلت دبليو ان على كيو ان ينفع الكلام ده؟ الكفاءة تطلع بواحد يعني 100% لا دبليو ان على كيو ان يا حبيبي عشان حد عايز يسمع اتفضل لا استاذنكم معلش انا كنت من وقتكم الساعه كام دلوقتي؟ الساعه ونص سريعا كده اكتب لي اسمك سوريا مش ثلاثي فين؟ كتبت ورق؟ اه مساله خفيفه خالص اهي مساله زمنها خفيف انا جايب ادردش معاك النهارده ادردش مع حضرتك النهارده فقول لنا الشباب اللي انا انت قلت لي ان في هيت ان 80 طبعا بالمفاجاه في الامتحان طالب ال 80 دي يقول لك ال 80 دي دبليو دي كيو ام كيو اوت مش عارف حتى يهمني كل رقم كل رقم من الرقم ده يبقى ده كيو ام الويست هيت انرجي 50 دي 50 دي كيو ال ولا كيو اوت زي ما بيقول بتمرين ذا نت باور اوت احسب لي النت باور اوت عايز النت باور اوت ها تحسب ازاي
مش انا سائل اهو ده كيو ان 80 كيو اوت يبقى ناقص النت يبقى 80 ناقص 50 تطلع بايه ب 30 طب احسب لي الكفاءه الحراريه احسب لي الكفاءه دبليو نت على كيو ان كيو ان دبليو نت يا ولاد احسبها بكام احسبها ب 30 صح 30 على كيو ان بكام يا ولاد 80 يعني 3 على 8 احسب دي كده برضه او 1 + كيو ان على كيو اتش فاكرين ان كل ده بالنت على كيو اتش صح ولا لا دبليو ان يبقى كيو اتش + كيو ان على كيو اتش كيو اتش على كيو اتش 1 + كيو ان برضه 1 + 50 على 80 برضه بيجي ايه اكنها 30 على 80 طيب انا عايز بعد هذا الحوار بعد هذا الحوار الطويل جدا اللي دام على مدار ساعة ونص ولا حاجة مين يقول لي النص القانوني التاني يختلف على فكرة هناك عشرات النصوص وما ليسوا على اثنين بس مين بقى لحاهم بالخلاف فيه انك للهيد ايه مين يطلعني يخترق يقول النص من غير ما نتزرق بالخلاف فيه انك للهيد ايه من خلال فهمك للهيت انجن والمسألة اللي حلناها اول شهر ها مين يقول لي نص القانون التاني من غير ما تشوف هو وقول قول غلط بس اوعى حد يضحك على زميله اه يا حبيبي من خلال فهمك للهيت هو في نصين يا ولاد في مين حولنا النص بتاع الهيت انجن ها هو عباره عن صيد ايوه ايوه هو بالشكل الصيد تمام عباره عن جهاز بياخد حراره ايوه وبيشتغل في سايكل بيحولها لشغل يحولها الى شغل بل يحول جزء بيحول جزء من الشغل وده بيتفضل بس هو ده نص قانون طب انا ايه انا هختصر الزميل هو ده بيحط نص قانون بتسوي بوش بتطوف الاستراحه اهي انجن كونفيت اول ذا هيت ان تو وورك ايه رايك حضرتك بتسوي بوش طب انا هي على الطريق انا قلت الطريقه دي خالص بس كلامك منطقي مع بعض بتسوي بوص تكون تكون استراكس كونستراكت يعني تمشي تمشي عادي ولا تكون استراكس كونستراكت قال انجن وركس ان سايكل انا نسيت الكلمه دي الولد ده قالها بس انا نسيت بتسوي بوص يعني من المستحيل تكون استراكس اهي انجن وركس ان سايكل اند كونفيرت اول ذا هيت انتو وقت رايك في النص ده احنا غششنا في الكلمه اللي اتحملها حته اسمها هيت انجن تعرفها واذكر النص القانوني الثاني اللي بنتكلم عليه عرفت النظري اكيد انا حطيت سؤالين في الامتحان ضربت ال 40 درجه رقم معايا كده ايه وبي وايه وبي ايه وبي وايه وبي معرفش الدكتور الثاني برضه كان معاه 40 درجه هتكون ازاي الله اعلم كان معايا سؤالين ايه وبي وايه وبي خلاص يا ولاد ايه نظري؟ اقول لك مثلا قول نصوص القانون التاني اللي بتتاخد هل صعب يا ولاد تكتب لي ها نفس الكلام اللي هنضحك فيه دلوقتي تزن بوشكت تكون سكراب ان انجن وورك ذا سايكل اند كونفير اور ذا هيت طيب انا عايز خالص تاني استاذن حضراتكم حاصل لك رسمه وانت قول النص التاني ها الرسم دي هنا خلاك ده فيه هناك عشرات النصوص انا اقول لك هو النص ولا تسمع النص تاني ما فرق مين هو النص تاني اللي القانون التاني اللي دليل بشكل النص التاني هو في ستين واحد كلمه ده النص بتاع الكلاس بتاع النص كلمه الملاك او النص وكلاس بتاع النص الناس اللي قدامك دي ممكن تخترع منها نص احد المشاكل مين يا ولاد؟ لا انا اسحب اللي هو ده اللي بيت بيقول كلها نص اه ده اللي كلمة من البطل اللي قدامك ده هل تستطيع ان تسلب الحراره من تلقاء ذاتها من مكان الثاني ولا بد من لكن لا يستلزم
عشان تمشي تتحرك من مكان بارد تنتقل من مكان بارد الى مكان ساخن. جميلة قال حتة ما انا كنتش عايز اقولها وانا كده عليه يستلزم بس نشوف ده نص نص بلاش بس عشان مش عارف يتكلم معايا كده انا عارف مين كلمه بلاد ما عارف مين كلمه هما اثنين. لا بص بقى بتلزم بص تو ترانسفير هيل فروم هولد سبيس تو هولد سبيس وزود ادينج دي شوك ادينج مور لازم تضيف شوك. دليل دليل ايه بقى؟ الثلاجات اللي في البيوت بتعمل ايه؟ يعني اقول لحضرتك على حاجه اسمعني كده لو انا جبت ثلاث دجاجات وحتى انت حتى النهارده اشتريت دجاج اهو اشتريت دجاج وانا منور خلاص كده الدجاج اللي خدتها حطيتها في الفريزر حطيتها في الفريزر هل حلقت الدجاج بعد ساعه بقت ساعه؟ ايوه ده كاو هو انت حاطط لي فيشه انا بدي فيشه في الشارع انا حاجه اسمع يا بس انا اللي تمام وفي شمعيه على الارض وحاطين الدجاجه في الفريزر مستنيين العشبات على عامل الدجاج واليوم حار اليوم ايه حار وحاطين الدجاجه في الفريزر عاملين الدجاجه بتخمم صح ولا لا واحنا نسينا نحط الفيشه بالله هنطلع الدجاجه عليها الدجاجه ايه هل الحراره بقى مشيت في قلب الثلاجه راحت بره؟ مفيش حاجة حصل لكن لو انا حاطط الفيشة في كده ايه اللي هيحصل بقى؟ الجهاز اللي اسمه الريفريجريتور ده جهاز شايف ان الجسم الاصفر والابيض والفضي والاخضر ده في جهاز الجهاز ده بيتكون من اربع مكونات اربع مكونات اساسية ده في خمس ست اكسسوارز كده انا يهمنيش التلاجة الابيض والصفار والحمار اللي فيها انا يهمني المكونات اللي جوه التلاجة فقلب التلاجة فيه كومبروسور في كوندنسر في ريفاجوريتو في اكسبانشن بار دي اسمها التلاجه خلينا نقول الجسم ليه ومكونات التلاجه لكن الفيت الاصفر او الاخضر او الاحمر ده كده ده جسم التلاجه ده البودي ده كلام فاضي الواد اللي بيجي ياخد كام 50 جنيه بقى بتاع الاصفر والاحمر ده والاخضر ده اساسه البودي لكن في حاجات سنبروسو لوحده تجيب مثلا دول النهارده في 3000 بس سنبروسو ب 3000 الكوندنسر اللي ورا ده في مثلا ب 600 700 الفابوريتور اللي هو ما انتش شايف انت عارفين في ناس كتيره بتشتري التلاجه ما بتبقاش عارفه ايه اللي فيه التلاجه هي تلك المكونات الاساسيه سيبك من البيت سيبك من بتاع البقى الابيض ده والبتاع البلاستيك الابيض والاصفر الكلام ده اسمه الكود بتاع التلاجه ده على بعضه ملوش لازمه ده سعره 10% من ثمن الثلاجه لكن 90% من ثمن الثلاجه في الاربع مكونات كومبروسور كوندنسر ايفابوريتور اكسبانشن لما بعضه ورا بعض سايكل كده معايا كده تديها شغل دول يتناغموا مع بعض دورهم ايه يا ولاد لما تديها شغل يعملوا حركه غريبه جدا ياخدوا الحراره من قلب البودي ويجوا في المطبخ اللي بره ياخدوا الحراره منين؟ من قلب البودي الاصفر ده كده ياخدوه من جوه يرموه في الهواء حوالين الست الوالده كده في البيت. يعني بياخد حراره من قلبها من جوه لدرجه حرارته سالب 20 وسالب 10 وكده ويرمي في المطبخ بره اللي هو 20 و30 و35 بس عشان يعمل الحركه دي عمل ايه؟ لازم نسحب كهرباء. طب لو انا شلت الفيشه ايه اللي هيحصل بقى؟ مش لا هيحصل لو انا شلت الفيشة الحراره هتيجي تدخل من جسم الثلاجه بعد 7-8 ساعات تلاقي جوه زي بره والحاجات اللي جوه تبدا تموت الناس تتكلم. يبقى لو انا جبت الثلاجه طلعتها من الصندوق وعلمت الحفله جنب الثلاجه وحطينا الدجاجه جنب الفريزر مش كده بقى
كل اللحمه ده ده اخر الجديد اخر الجديد معايا كده جبنا ده ايه ولو حطيناها في الفريزر حطيناها في الفريزر وما حطيناش الفيشه عاملين نعمل حتى ليه دجاجه بس معايا كده ليه هدي بس مش هتترمي هيسيبوها يروحوا بيها الطبق يروحوا واكلينها برضه صح؟ تخيل المرجع ايه يا فرد كان ده قلت في المرجع من المستحيل ان تسري الحراره من تلقاء ذاتها من مكان بارد الى مكان ساخن ولكن يستلزم كلمتين التسبيله كانوا بيستلزم بس ايه او سحب شغل تسحب شغل مين في نص دم فريزر مين هروح اعمل اسحب كهرباء الثلاجه فريزر مين هروح اعمل اسحب كهرباء اسحب كهرباء شغل كهرباء هو حول جوه الشغل الميكانيكي الشغل الميكانيكي يحرك الفريول الفريول يجري ياخد حرام من جوه يبقى عندنا بره ياخد حرام من جوه يبقى عندنا بره معايا كده يا ولاد احنا قلنا ترصين خلاص؟